الحكايه يا اختي. ايزي ازاي؟ ايزي ايزي يا عزيزي، انما ما قلتليش يا بنت انت جايبه المواهب دي كلها منين؟ ده انت ولا تحيه كاريوكا. سيك سيك سيك. بعد ما عندكم يا اختي. دنيا عزام بيه مستنيكي في الصاله انت وقريبتك. حالا يا برع. حكايه انا عايزك انت وقريبتك في الصاله دي كمان يا دنيا. ايه في ايه؟ عادي دنيا، انا سالتك قبل كده على موضوع الشغل ده وانت قلتيلي. اسمعي بقى يا ست البنات، وعايزك تركزي معايا كويس. عزام بيه ده صاحب المحل، يعني الكل في الكل هنا. عايزاك تكسبيه، تاخديه في صفك كده اهوت، واي حاجه يقولك عليها نفذيها عشان تاكلي المامي يا حلوه. اما بقى هيقولك سك 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 مع السلامه، فهماني؟ طب يعني هو عايزنا ننزل الصاله نعمل ايه؟ يعني مش فاهم. يعني هنعمل ايه يا فقيقه؟ هنتكلم معهم شويه، نلغيهم، نضحك معاهم. ما انت كنت شغاله في كافيتيريا وعارفه يعني شغل الزبائن ازاي. يعني هو الكلام على هزار وشويه ضحك بس مش اكتر. ايوه يا اختي مش اكتر. بصي بقى يا دعاء، عشان خاطري يا اختي ركزي، زي ما قلت لك كده اكسبي عزام، عشان لو كسبتيه هتكسبي كتير كتير قوي. العمليه الكبيره بكره، اول بضاعه ما توصل لك يا رشوان تشحنها على طول عند عنتر، وانا هتصل وابلغ الموزعين. انا جاهز جاهز. انا والبضاعه هتوصل امتى؟ هتوصل بكره، بس بكره امتى ما اعرفش. خلاص انا من الصبح بدري هكون في المسبح على اساس ان انا اجهز كل حاجه. مساء الخير. اهلا 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 بالضيافه المستكاوي حبيبي. وحشتني قوي 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 يا عنتر بيه. اقعدي. شكرا. اقعد يا دعاء. دعاء لا، خلي دعاء هنا جنب رشوان بيه. رشوان بيه معجب بيكي قوي يا دعاء. اقعد يا حبيبتي. مساء الفل وردي. على فكره يا دودو، رشوان بيه معجب براسك قوي، هو اللي طلب انه يتعرف عليكي وتقعدي معانا. كل ذوق. اول نوبه ذوقه يطلع تمام التمام. هتبطل غلاسه بقى يا بيبي، ده رشوان بيه دايما ذوقه خطير وجميل. خطير وجميل؟ خليك معايا انت، مالكيش دعوه برشوان بيه. هو انا اقدر استغنى عنك يا قمر حبيبي؟ ما بتتكلميش ليه يا جميل؟ ما انا بتكلم اهو. الحمد لله. نطق ايه؟ يا عنتر يا رشوان، خلي بالكوا البنت لسه جديده، ما خدتش على الجو بتاعنا يعني. دي بكره ان شاء الله هتسهلل وتولع وتشخلع، مش بعيد كمان تاخد الجو مننا كمان. بقول لهم ايه؟ ما انت يلا بينا نطلع على العوامه اهي نكمل السهره هناك. لا 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 لا، الليله دي مش هتنفع. ليه بس يا مفرق الجماعات وهادم الحاجات انت؟ ما انت عارف يا عنتر ان احنا عندنا شغل بكره بدري. وانت عشان تصحى بدري تقوم تنام المغرب زي الكتاكيت. اوه رايح يا عنتر في ايه؟ خلاص خلاص يا عنتر، خلاص يا رشوان، ليكوا عليا. اعمل لكم بكره سهره صباحي في العوامه، وهجيب معايا دنيا ودعاء. اوكي. طب يلا يا اخويا بقى، اطلب لنا العشاء كده، خلينا نروح ننام بدري. من عينيا يا هاني، نزل العشاء هنا البهوات. واحدة المخازن كلها لبش حرس وغفر بالعبط، دخول هنا هيبقى مش سهل يا صاحبي. خلاص مش مهم ندخل لحد، نستنى لحد ما هي تطلع لنا. هي مين دي اللي تطلع لنا؟ اصبر على رزقك يا زين، اصبر هفهمك بعدين. تطلع ماشي يا عم الغموض. اشوف اسماء المفرج عنهم بمناسبه المولد النبوي الشريف. محمود عطيه سليمان، محمد عبد الله حسنين، سمير بطرس مجلي، احمد صباح خليل، محمد عصمت محمد، ربيع معوض غنام، محمد خليل محمد، عماد ابو الحسن،
احمد علي دكروري، سعيد حسن عادل، صلاة عبد الله درويش البحر، عاطف عبد المولى، حمدي عبد الحافظ بديع. هو ده؟ هو. اتكم معايا رجاله. بركة يا وحش. ها ايه رايكم بقى؟ حلو قوي، واسع وبعيد ومحدش يعرف له طريق جره، وهو ده المطلوب. وده هنعمل فيه ايه ده؟ هتروقه وتنظفه وتخليه على سنجة 10 على قد ما تقدر، وتشيل بقى كل الحاجات دي كده على جنب، وتقعد تستنانا هنا بالليل. تقدر؟ ما تقولش الكلمة دي تاني يا حربي. اه طبعا اقدر، وقدها وقدود كمان. عفارم عليك يا بركة، يا بركة انت. طب امسك ياض سندوتشات وميه عشان لو جعت. ربنا يخليك يا زين، دايما شايل همي كده. يلا هنمشي احنا بقى ونجي لك بالليل. هستناكم، ما تاخروش. قول يا مسهل. مش كنا جبنا له حد يساعده احسن؟ تعمل لحد تاني يبقى معاه؟ بصراحه لا. خلاص بتتكلم في ايه؟ حربي. يا بركه في ايه؟ بقول لك ايه؟ هات اغلى حاجه عندك يا شيخ. هتاخد بالك من نفسك انت وزين. ده انا ماليش حد في الدنيا دي بعد ربنا غيركم. طز في الفلوس، طز في اي حاجه في الدنيا، بس المهم ترجعوا لي انا بالسلامه. ده انا بعدكم اموت يا حربي، ما اقدرش اعيش من غيركم يا زين. ايه ده بركه في ايه؟ انا ارجع لك ان شاء الله. طب تصدق وتؤمن بالله؟ لا اله الا الله. احنا ما نقدرش نعيش من غيرك. ولا انا. قول يا رب يا بركه عشان ربنا يسترها معانا. يا رب يا عم زين. يلا يا حبيبي. اي خدمة تاني يا عم رزق؟ جاي يا كيمو. بقول لك ايه؟ ها؟ اعمل لي شوية شاي تقيل يعدلوا دماغي. عينيا يا عم انا. لسه ما انا مني. السلام عليكم يا رجالة. جاهزين يا عم رزق؟ جاهزين يا عم حربي. النهارده اخر نقله من المخزن اللي احنا شغالين عليه، بس ربنا يرزق يبقى في نقلات تانية باذن الله. ان شاء الله. يلا بينا يا رجاله. ربنا يستر عليكم يا ابني. وصلوني. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بارك لنا في هذا الطعام، اللهم ارزقنا خيرا منه، اللهم اجعلنا نستخدمه في طاعتك يا رب. خير يا معلم رمضان؟ انا اللي لازم اسالك اشليح في انت، هو في ايه؟ مش فاهم. انا فاهمك. من يوم ما الواد حرب خرج من السجن ورجع الحارة وكل عمال يتمحلس له ويمشي في ركابه، حتى انت يا شلحف عملت فيها ذكر، وقفت قصادي قدامها بضايا عمهم اكبر راس في المنطقة دي كلها، فاهم يالا؟ فاهم يا معلم بضايا. لا لما المعلم بضايا يكلمك تقوم تقف وانت بتكلمه، مش تكلمه وانت قاعد مقعوز كده. وقف ياض وكلم المعلم عدل. مش صاحب صغيرك انت يا جربوع اللي تتكلم معايا؟ دورهم. الشلحف ده اهله مش فاضيين يربوه، وانا فاضي ما ورايش حاجه، يبقى انا لازم اربيك يا شلحف. انت عايز مني ايه؟ حربي بيجيب الخرده منين؟ اللي بينه وبين المعلمه انشراح. ما هو صادق، ما تروح تسالني. اسمع يا عم رزق، اسمعني كويس. انا روحي بقت في مناخيري منك ومن حربي ومن الدلدول بتاعه اللي اسمه زين، ولو الشيطان اللي جوايا صحي مش هينام الا بموتك، فاهم يا شلع؟ شاي. الكلام اللي بينا
لسه في النفس. وصلوني. اتفضل يا سيدي الناس. وايه العباره يا عم رزق؟ في ايه؟ مفيش هكيمو، هلفط الكلام. خد شايك يا عم رزق. صباحك ورد يا عمنا. صباح الفل. امسك دول. بركه في المخزن؟ ايوه. انتوا ناويين تعملوها النهارده؟ الليله باذن الله. بعد ما تخلص لازم تكلمني تطمني عليكم. ان شاء الله يا معلمه. طب بالاذن احنا بقى عشان ورانا شويه حاجات كده لازم نجهزها قبل ما يخش علينا. طيب اتكلوا على الله. ماشي يلا بينا. ما تنساش تتصل بيا. حاضر يا معلمه. بالاذن. خد هات الحاجات اللي اتفقنا عليها وظبط العربيه وفولها واكشف على الزب مره كمان، انا عايزها افرها الليله. ماشي؟ ماشي. طيب انا اروح احاسب الرجاله وهستناك على القهوه. ما تاخرش. ربنا يسهل لما نشوف اخرتها. جرايه يا معلمه، اللي بينك وبين العيال الشلحفات دول؟ خليك في حالك وشوف شغلك ومالكش دعوه بغيرك. يا معلمه ده انا دراعك اليمين، التاريخ كله قبضايا، يعني سرك كله لازم يبقى معايا انا، ولا ايه يا معلمه؟ وانت ما تنساش ان لحم كتفك من خيري، وانا اللي جبتك وانا اللي عملتك واقدر ارجعك تاني مطرح ما انا عايزك. روح شوف شغلك بقى وافرز البضاعه، البضاعه الحلوه اللي جابها المعلم حربي. معلم حربي. ماشي يا برنسيسة. ماشي. واخرتها يا صلاح؟ هنفضل مخطوبين كده لحد امتى؟ ان شاء الله ربنا هيسهل يا ميسه والظروف هتتحسن. طب ما الفرصه جت لحد عندك عشان خاطر الظروف تتحسن، مستني ايه؟ فرصه؟ فرصه ايه يا ميسه؟ دي خيانه امانه، يعني جريمه، وانا لا يمكن اعمل كده ابدا. ايوه يا صلاح، بس دول 50,000 جنيه. 50,000 جنيه. ان شاء الله يكونوا مليون يا ميسه، انا مش للبيع. ما هو كمان مش معقوله كل ما اقول لك نتجوز تقولي لما الظروف تتحسن، وهي الفرصة جت قدامك، جت لحد عندك، مستني ايه؟
صلاح انا بحبك، بحبك يا صلاح، بحلم باليوم اللي نكون فيه في بيت واحد مع بعض. بس امتى ده يحصل؟ امتى يا صلاح؟ قريب قوي يا ميسي، قريب. ايه ايه في ايه؟ في ايه؟ انت صلاح درويش البحر؟ انت مطلوب القبض عليك بتهمة الرشوة وتبديد الامانة. انا؟ اني اطالب باقصى العقوبة، خصوصا وان مرتكب تلك الجريمة النكراء هو من رجال القانون، المفترض فيهم ان يحمون القانون لا ان ينحوه جانبا لمصلحتهم الشخصية دون نظر لمصلحة المجتمع ومصلحة موكليهم بالذات. إن هذا المحامي المرتشي يجب أن يكون عبرة لغيره ممن باعوا ضميرهم للشيطان بأبخس الأثمان، فهو وصمة عار في جبين المحاماة ورجال القانون. حكمت المحكمة حضورياً على المتهم صلاح عبد الله درويش البحر بالسجن 7 سنوات مع الشغل والنفاذ. رفعت الجلسة. حرام والله يا حضرة القاضي. ميسة أنا بريء يا ميسة، والله العظيم بريء، والله يا بريء. انساها يا ابني، انساها. ميسة كان فرحها الأسبوع اللي فات على عدلي عبد العال، المحامي اللي دخلك السجن. معلش يا ابني، هي الدنيا كده، كل حاجة فيها اسم ونصيب، وانت اسمتك جت كده. انساها. عزام بيك، انا عايزك تعدي عليه في المكتب اول ما توصلي. واديكي وصلتي اهو. ماشي، انا تحت امر عزام بيك. بقول لك ايه، خش استنيني جوه لحد ما اروح وارجع لك على طول. يلا يا برد. لا لا لا، اطمن سعادته خالص، كل حاجه هتبقى ماشيه تمام زي الساعه. احنا هنتقابل كمان شويه ان شاء الله. عدل بيه، مع الف سلامة. بونسوار يا بابي. برع قال انك عايزني في حاجة؟ عايزكم تخلصوا النمرة بتاعتكم بسرعة، وبعدها تغيروا هدومكم عشان هنروح العوام. تحت امرك، من عناية الاتنين يا قمر. مساء الجمال. الرئيسين والرئيس بركة فين؟ شفناهمش النهارده خالص. زين لسه ما جاش، وبركة في شغلانة كده بيعملها. شغلانة؟ شغلانة ايه؟ وانت مال اهلك قد يا كيمو، شغلانة وخلاص، ولا انت لازم تحشر مناخيرك في اللي مالكش فيه؟ تصدق انت معاك حق، انا عيل غلس غلاسة ما وردتش على حد، بس يعني بطمن عليهم. واديك اطمنت يا اخوي، يلا بقى اتكل على الله. صباح شريف. كله تمام يا زين؟ كله تمام يا حرب. جبت الحاجة؟ في شنطة عربية. يبقى يلا بينا. يلا. ايه
يلا بنتي دعاء عزام بيه مستني. انا خايفه قوي يا دنيا مش عارفه ليه. خايفه من ايه؟ ما انا معاكي اهو. طب وفريدي يعني طول ايده ولا حاول معايا كده ولا كده؟ لو حاول كده ولا كده سيسي خدي بالهداوه، مفيش حد بيعمل حاجه غصب عنه يا حبيبتي، بس اهم حاجه ما تزعليهوش. ازاي يعني قصدك ايه؟ انا مش قصدي حاجه. يلا يلا عشان ما نتاخرش، بس والنبي عشان خاطري يعني ما تزعليهوش عشان ما يقلبش علينا، عشان لو قلب علينا انت هتشوفي وش عمرك ما شفتيه قبل كده. يا رب. هنعمل ايه دلوقتي؟ نستنى لحد ما يحملوا اخر عربية وبعد كده نتحرك. انت حاسب حساباتك صح يا حربي؟ طبعا يا زين، ده اللي يحسب الحسابات في الهنا يبات. امال انا ليه قلقان بس؟ جرايه يا عم زي ما تجمد قلبك امال الله، ده العمر واحد والرب واحد. ما هي دي المشكلة ان العمر واحد. انت عارف انت لو هو اتنين ولا تلاتة والله العظيم ما كانت تفرق في حاجة يا حربي. بس هي المشكلة انه واحد يا صاحبي واحد. خوفي لا اروح مننا النهارده. يوه عليك يا زين بقى، امسك امسك امسك، نقطني بسكتك وامسك خد السيجاره دي. صباح الفل. مساء الجوافه. تعالوا يا بنات. ايه ايه يا جماعه تعالوا، اتاخرتوا ليه؟ ما تاخرناش ولا حاجه، مش عقبال يعني ما خلصنا النمره بتاعتنا؟ ولا انت يا برنس فاكر يعني الحكايه جهجهوني؟ ازيك يا دعاء؟ تصوري انت وحشتيني من امبارح لغايه النهارده. ان شاء الله تسلم يا رشوان بي. يا حنين يا بنات، هتفضلوا واقفين كده ولا ايه؟ خشوا بقى جوه اعملوا لنا شويه مزات حلوه عشان السهره تحلاوا. من عينيا الاثنين يا بابي، هخش دلوقتي اعمل لكم ايه؟ احلى مزه نظام فندق. يا حنين قلب بابي يا حياتي. اخبار البضاعه ايه؟ زمانهم حملوها في اخر عربيه دلوقتي. اللي جاي دي اخر واحده. ومالك معاك؟ معايا مشحون. يا عم شحنه النهارده. يبقى اتكل على الله. سلام. انت مالي ايدك؟ ساعتك بقى. تسترها معانا بحياة حبيبك النبي، تسترها معانا يا رب، تسترها يا رب.
ايوه زين الله يخرب بيتك. يا حربي ايه الاخبار عندك؟ بيحمل له عربيات، ما تتصلش بيها تاني. ها هكلمك انا، انت فاهم؟ طب فهمني يا حربي ايه اللي بيحصل عندك يا حربي؟ يا حربي يا ابن الله يخرب بيتك يا حربي. بناتي حبايبي يا سلام عليكم، يا تسلم ايديكم يا بنات. بقول لك ايه يا دعاء، على فكره انت ليك عندي هديه حلوه. جو جو دعاء بس، وانا الجوافه ماليش حاجه. ليكي اصلي رشوان بيه ما بحبش يجي يقعد معانا، لكن بعد ما شاف دعاء انا عارف هيطب على راسنا كل ليله، مش كده ولا ايه يا رشوان؟ انا طول عمري احب الحلاوه واقدر الجمال يا سي عنتر. لا رشوان بيته العمر زور حلو يا سلام، وما بيختارش اي حاجه يعني. يا عزام احنا هنقضيها راغي النهارده ولا ايه؟ ما تظبط لنا شويه مزيكا مشخلعه كده عشان البنات تشخلع وتلعلع والقعده تحلو. يا سلام عليك يا رايه، حلو انت. حالا الليله هتصالب ورايا يا بنات. يلا بينا بقى. رشوان ثلاثة بالله العظيم، انت بعد سواعي بتقول كلام زين قوي قوي. طول عمري اي حاجه بقولها بتبقى صح 100% يا سي عنتر. يا حربي انت فين دلوقتي؟ انا فوق التريلا بالظبط. فوق التريلا ازاي يعني؟ اه زين شايفني؟ يخرب بيت عقلك. طب قول ايه اللي بيحصل تحت؟ العربيه اتحملت خلاص وبيقفلوها. طيب انا هسيب الموبايل بتاعي مفتوح، اول ما العربيه تتحرك قول لي على طول. استنى استنى. ايه في ايه؟ عارف مين اللي ظهر فجاه؟ مين؟ سي حنفي بتاع رشوان. وعارف مين اللي معاه زين؟ مفيد. مفيد بتاع عنتر؟ ايوه يا عم هو بعينه. طب وايه اللي لم الشارع المغربي؟ الله اعلم. اسمع زين، السواق خلاص ركب التريلا وهم ركبوا العربيه واتحركوا دلوقتي. وانا جاهز يا معلم. يبقى اتكلنا على الله. استرها يا رب، استرها يا رب، وحياة حبيبك النبي تسترها. يلا يا بنات فرجوهم الرقص اللي على قصوره. هز يا وز يا مستكاوي. عنتر دعاء من الفضالي ليه؟ ايه؟ دعاء من الفضالي ليه؟ لا ده بس في الاول كده وبعدين هتفك وتجيل بالك؟ انت
جوفة المستكاوي دي طلعت حلاف عينيا في الاول، وبعدين كله بقى تمام التمام. اطمن يا رشوة، اطمن اطمن. هازم هنعمل ايه دلوقتي يا حرب؟ هنوصل لاي حته مقطوعه بعد كده هنتصرف. هنتصرف يعني هنعمل ايه يعني؟ هنتصرف هازم، خليها على الله. حاضر حربي، نخليها على الله حربي، ما هو كله على الله، كله على الله حربي. وريهم الرأس على أصول حبيبي. تفطرها معانا يا رب، وحياة حبيبك النبي تفطرها معانا يا رب. ايه ده؟ ايه الخبط ده؟ بندو، هذا بندو. ايه يا اسطى في حاجة؟ سمعت الخبط ده؟ في حاجة سايبة فوق اللي انت نزلت في مطب ولا حاجة؟ طب انت هتشوف ايه فوق يا وقف على جنب. طيب ممنوع نقف على جنب، حنفي بيه منبه علينا ما نقفش لاي سبب ونفضل ورا على طول. اطلع يا عم شوف ايه فوق. حاضر يا اسطى طالع. حاضر اطلع تشوف ايه. ايه ده؟ انت مين؟ انا السواق الجديد انا حمى. انا قلت من الاول هي ليله مش فايته. يا حربي ايه الاخبار؟ انت جاهز؟ يا سيدي انا جاهز. يبقى الملف اللي جاي وما تنساش تولع الدور الكبير. حاضر يا حربي، مش هنسى اولع الزفت. ربنا معاك. ربنا معانا يا حربي. اديت لي ايه؟ التريلا بعدت عننا يا اخي. طب هدي شويه خليها تحصل لي. يا ادي النيله السودا عليا. يا زين في الجماعه اللي قدامي بيهدوا حربي. عادي يا زين، ايه المشكله؟ يعني ايه المشكلة يا حربي؟ اخلع منهم وحصلني على المكسب. سلام. ماشي يا حربي، الله يخرب بيتك. يلا بقى هي موتة ولا اختر. ايه ده؟ ايه؟ دي مش التريلا.